خلينا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. دينا صباح الخير عليكي والحمد لله على السلامه. الله يسلمك، صباح الكل والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا دينا، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب بالصحه والسلامه، وصباح يعني انتصار والنجاح دايما، وان احنا بننتصر على اي شيء في الحياه. هم دول المصريين، ودي اراده المصريين فعلا طول على مدار التاريخ كله. صحيح. خلونا دلوقتي نصبح على حضراتكم ونستعرض معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي، مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو في كثافات نسبيه. هنروح عند كوبري الجلاء، هناك هنلاقي في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه، وعند كوبري المطار في كثافات كمان نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري كذلك الامر اعلى الكوبري المطريه القادم من الكابلات. ونروح معاكم لشوارع الجيزه، خلونا نستعرض هناك الحاله المروريه. شارع فيصل بيشهد كثافات مروريه، وفي شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ في حركه السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقه مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبيه. في كثافات للمتجه من كوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات بسيطه قبل محور ميدان لبنان، اما المتجه الى اكتوبر في كمان سيوله مروريه. ونروح معاكم محافظه اسيوط، وقدام مستشفى الجامعه بتشهد هناك سيوله مروريه مكمله لحد جامعه اسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مروريه بتبدا تظهر ومكمله لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظه. كمان في سيوله مروريه على الطريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظه اسيوط. ونروح معاكم الاسماعيليه، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان محافظة المحافظة هنلاقي كمان هناك في طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي كمان بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا المرورية خلونا ناخدكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. في توقعات بظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بيصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق قد تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39، وأقل درجة حرارة في السلوم 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.